السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم موضوعنا موضوع جدا مهم، راح نتكلم عن المادة الجديدة. طبعا بالبداية أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نجي نشوف نتواصل بروتوكول التشافل بارت 1. السلايد الأول يقول الكيتونيا. الكيتونيا تعرفون الكيتونيا، راح اشرحها باختصار لان اعرف الكيتونيا تكون من اشياء رئيسيه، هو اليوزر ايجنت والايميل والميل سيرفر والسيرفر ميل باسورد بروتوكول. اليوزر ايجنت هو انت يعني شخص الالتك الايميل، ميل سيرفر هو مكان اللي يخزن الرسائل الجايه والرايحه، والسيرفر ام تي بي هو يقل بين السيرفرات اللي تشتغل على بروتوكول مال الايميل. يعني السيرفر مال الجيميل، سيرفر مال الياهو، يتصلون بيناتهم عن طريق شنو؟ عن طريق هذا البروتوكول. يوزر ايجنت، يوزر ايجنت شنو؟ هو تقريبا مسج تسوي تزيد حرة بالصورة، تكتب المسج هذا تعرفونه كويسيا. والميل سيرفر شنو؟ هو يحتوي على المسجات جاتك من الشخص المرسل والمستلم. الاس ام تي بي هو البروتوكول اللي عن طريقه يرسل المسج. البودي يعني شو؟ البودي هو قميص. تحسين شكل فيه صراحة. يقول لك اس ام تي بي بروتوكول فور اكسشينج ايميل ميل سامبل. يقول لك البودي بهدر الهدر لاين التو المدرسة اللي فروم المين فروم السبجكت، يعني الموضوع مالته هذا فد شيء ما اعتقد المهم. هذا المثال ما عرفته صراحة، واحد يقول زوم ما عرفته الفكرة مال هذا المثال. شو الاس يعني سيرفر والسي يعني كلاون، بيتصلون بيناتهم عن طريق المسج. هذا المثال ما عرفته، ان شاء الله في المحاضرات القادمة نعرف كل شيء. الكترون يلا SMTP شو يسوي هذا؟ هذا بما انه الايميلات هي اشياء مهمة، الايميلات هي اشياء مهمة، هي رسائل مهمة، فشو يسوون؟ يستخدم التي سي بي. التي سي بي ليش؟ التي سي بي لانه من البروتوكولات اللي فيها سكيورتي اكثر من اليو تي بي. زين، البورت مال الايميل هو شنو؟ هو بورت 25. من ترسل المسج اكو ثلاث خطوات من ارسال المسج. هاند شيك يعني شنو؟ يعني الميل سيرفر الأول راح يشوف الميل سيرفر الثاني يقدر يدز رسالة أو لا. من يقدر يدز رسالة هو يسوي الهاند شيك، يعني أقدر أفتح اتصال وياك وأدز لك رسالة عليك فيه أو لا. ترانسفور مسج يرسل المسج، كلوزر يعني يكتب المسج. الكوماند مالتك عندنا كوماند وريسبونس. الكوماند يعني كده بالأسكي تكست، وريسبونس هو ستيت كود عند البيت، يعني ستيت كود أوكي وصل لا خلاص. هنا عندنا شنو؟ عندنا ال MIME هو هاد بروتوكول. لا هو يخليك هو بروتوكول مصاحب للبروتوكول مال الايميل. شنو هذا البروتوكول؟ هذا البروتوكول يدز لك مثلا بس ايميل حكي بالصورة فيديو سوالف مكسرة مثلا فستق علني، يدز مثلا صورة فيديو، يخليك اشياء اوديو فيديو ايميج ابلكيشن بروجرام هواي اشياء تقدر تدرس بالايميل. ويا هذا الـ البروتوكول اللي هو موجود ويا بروتوكول الايميل. زين، فهمتوا؟ هو يقول لك بما بس حكي يعني بس هاي كل العالم مال الايميل. ام اي فيرجن، الفيرجن هو 1.0. الميثود يوز ميثود يوز تو ديكود اللي توقف في الحكي. طبعا احنا ما نرسل رسالة بالحاسب، نرسل رسالة ديكود. الفيس 64 هو اللي يستخدم في الديكود. يقول لك الداتا ايميج
GBE, GBG, GPG يعني الأشياء. والديكود بما أنه سويت ديكود للإيميجين، سويت ديكود للرسالة، الديكود هل لازم تفتح الرسالة؟ هل بيستخدم بيس أراستي؟ هذا هذا فتح هيكلية أليس وبوب، ما أقرأ سامي أليس وبوب يعني تحسين سعدون حمد حمدان شي ساكن أليس بوب شي أليس كتاب كامل كل عند الأشخاص اللي تصفون أليس بوب. أسعد بكوكي سخدم سوزان احضر ميجالو يا سوزان احضر ميجالو. المهم بي بي او بي 3 بي بي او بي 3 شنو معناته البي بي او بي 3؟ البي بي او بي 3 البي بي او بي 3 هو ستاندر ميل بروتوكول يوز ريسيف ايميل فروم ايميل سيرفر تو لوكال ايميل كلاينت الاو يو تو دلان ايميل مسج اون يور كمبيوتر اند ريد ات ايفن ويندو. هذا شنو؟ هذا البروتوكول الموجود ايضا ضمن البروتوكولات اللي تخص الايميل. هذا شنو فكرته هاي؟ هذا عزيزي طالب عزيزتي طالبة هل يستخدم ال مثل الاثنتيكيشن يعني هذا بالباسورد واليوزر نيم؟ يعني طبعا انت من راح تفتح ايميل لازم تجيب له الباسورد، لازم تجيب له اليوزر نيم، من اذا تجيب له الباسورد يوزر نيم تجيب له اوكي، بعدين بالنهاية تطلع عندي تقنية استعمال المسج او الباكيتات وتقدر تستلم الديليت كويت. هذا اشياء مو مركز عليها يعني، بس مو بتعرف ال بي بي او بي. طبعا ال بي بي او بي جميع هنا راح شنو راح تروحون على الفيديو تلقون تلقون عرض المزيد راح اكتب لكم ال ام اي ام اي وال بي او بي 3 كل الدعايات اللي بعد ما تسمي عسى ولعل تستفادون من ان شاء الله. طلع نيجي على البارت الثاني. البارت الثاني هو البارت الزبدة 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 على الخبز وكلها. هذا السلايد الأول من البارت يذكر إنه الهيكلية والإنترنت نودات وأبراج ومدري شنو بروتوكولات. والإنترنت متكون كون من حواسيب راوترات من نيت سيستم من بروتوكول، يعني هو أكسس بورد يعني هو هذا الإنترنت كون من حواسيب وايرات كابلات بروتوكولات راوترات. الإنترنت متكون من حواسيب بروتوكولات يعني الإنترنت متكون. سؤال بالنسبة لي يجي معي هنا يحكي لك عن سيركت سويتشنج، الباكت سيركت سويتشنج. أحب لكم هذا تحبونه وهذا ما هذا حسب أشعلكم في معناته. راح أشرحلكم على البينت هذا ما تقدر تسوي. راح أشرحلكم شنو سيركت سويتشنج. سيركت سويتشنج هو ميثولوجي ميثولوجي معين انتبهوا معايا طلاب ولا حكي عندك اس. شوف هاي مستخدمة الميثان مال اس ولسات نحكي بوب. اعتقد البوب والاس سهلة كتابتهم في المستقبل لانه الانجليزي تلقاها بطالة مو قوية. المهم شو تحكي بروح على الدكتور حروفكم من الأسبوع الأسبوع شنو؟ مثلا أبدأ بكلاين سيرفر كلاين كلاين سيرفر زين. أعني هذا الكلاين كتب شنو؟ عندنا راوتر وش حكي كلاين راوتر هذا شنو؟ راوتر زين. احنا مثلا عندنا مبيع عندنا شنو عندنا؟ انا عندي جالكسي اختي عندها ايفون هذا الايفون مال اختي تريد تفتح تروح على السيرفر مال فيسبوك قلنا نفتح فيسبوك انا ادز باكيتات واختي شو تدز؟ ادز هم باكيتات. من يوصل الرابطة احكي مال الباكيت مالتي هاي مالتي تاريخ
الباكيت مع اختي، نوع الباكيت مع تي، نوع الباكيت مع اختي. زين هذا شيء، هذا راح يدز باكيت ورا باكيت، يجيب مثلا احنا كنا نعرف يدز الطلبات كلها، يدز باكيت باكيت، راح يصير متداخل. يعني احتمال الباكيت الاول يخصني، الباكيت الثاني يخص اختي، الباكيت الثالث يخص واحد من الترعبات كان مالتنا، ويدز الباكيت ده. طبعا شنو هذا؟ هذا يسمونه العام السيركت سويتشنج. السيركت سويتشنج، السيركت سويتشنج هو شنو؟ التليفون، التليفون هسه انا اخابر، انا اخابر ما سمعت، ما اسمع غير احد يحكي بس انا والمتصل، مثلا اخابر على اي احد ما حد ما يحكي بس انا والمتصل. هذا الشيء استخدم مبدا السيركت سويتشنج. السيركت سويتشنج هو يدز بس الباكيتات الخاصه بي، يعني ما يدز اي باكيت مشترك، يفتح قناه مفصل مثل ما قام بظروف ياسين والبنات من شحر عن ال FTP. ال FTP شو هو؟ ال FTP هو شنو؟ هو يفتح شانل خاصة بس إلهم، بس ال FTP. فهذا سيركت سويتشنج يفتح للباكيتات، يفتح لل يعني كلاينت معين، يفتح له طريق انا زي سبب كذا من اتصل ابن خط على نفسه، وهذا الطريق ينسد من يدري، يعني يدري يفصل الطريق، ينسد هذا هي الماوس، ينسد هذا يحكي لك على المدرجي مارك، يفتح بدل ما يدز باكت ورا باكت، يفتح طريق بس بدون ما يتدخل اي باكتات الباقية. ان شاء الله افتهمتوا اعزائي الطلبة. نجي عندنا نوعين من هاي الفكرة، شنو؟ عندنا نوعين من هاي الفكرة، عندنا الفريكونسي وعندنا التايم، عندنا الفريكونسي وعندنا التايم. الفريكونسي يفتح طريق كامل، يعني على طول يفتح طريق. الفريكونسي هو يدل على شكل فريم، الفريم تحتوي على سكرتر، هسه راح افهمكم شو نستخدم من خلال هذا المثال. هذا المثال راح نفهمكم شو السالفة. يقول عندنا فايل الفايل مالتنا الرقم ولا اعرف شو اربعة وستين الف، اربعة وستين الف، لا ستمية واربعين الف، ستمية واربعين الف بيت. ينقلنا من هوست A للهوست B أوفر شنو السيركت سويتش. يقول لك الطاقة مال نقل مالتنا الكيبل اللي نقدر ننقل بيه البيانات هو 1.536 ميجا بت سكند. وش حكي؟ يقول لك بالكامل نستخدم سلوت، سلوتات. احنا ديز باكيت، الباكيت عبارة عن سلوتات فيها 24 سلوت. السلوت الواحد هو يخص اليوزر الواحد، يعني كم يوزر عندنا؟ 24 يوزر. السطر الأخير بعدين اشرح لكم اياه السطر عشان تفهمكم شو السالفة. عندنا شنو كان بالسؤال؟ عندنا بالسؤال عندنا باكيت فايل حجمه 640 ألف، وعندنا الواير مالتنا اللي ينقل الباكيتات 1.536، وعندنا ايضا شنو؟ عندنا 24 سلوت. اول شيء بنقول من اين نجي 24 سلوت؟ عندنا هو شنو؟ هو الفريم، يعني هذا فريم 2 بواحد من واحد الأربعة وعشرين. وش حكي هذا؟ هذا عندنا إيه؟ وهناك شنو؟ هذا بالنسبة لي. فإحنا عندنا الطريق كله الواير مالتنا قدرته هي 1.536. زين أنا قلت وإحنا هو هذا الواير خاص مال 24 واحد، إحنا مال نطلع مال واحد جديد نقسم قدرة الواير الكلية على 24، يطلع
طلعنا زيادة، طلعنا زيادة، طلعنا خلاص عارفين. شكرا السبورة. يقول أبو المبدأ مرة واحد مال سلوت مال يوزر واحد يجي يقدر يستخدم الواير هو 64 كيلو بتس، زي 64 كيلو بتس، 64 كيلو في الثانية. زين احنا حجم الفايل مال اي اللي بص اي على قدرة المطية الماخذ القدرة من اللينك هي 64 كيلو بتس، يساوي شنو؟ يساوي 10 ثواني، يعني طول 10 ثواني. زين هاي هو مو 10 ثواني، ليش فاتت 10.5؟ رجع للسؤال يقول لك زين هذا طلع، يقول لك على مود يعني يوصل وينتهي وتوصل المعلومات يحتاج شيء 500 ملي سكند، يعني شيء يعني نص سكند. بيجي صارت 10.5 سكند. هاي يقول لك establish end to end circuit، يعني من ينتهي ويوصل وهاي تنتهي المعلومة يحتاج هم نص ثانية، يعني كيف صار نص ثانية تعي، يعني خذ شوية في 10 سالب 3 0.5 يطلع 10.5 يحتاج. زين احتمال يجي بدا سؤال من 24 128 20 سلوت قسمه 20 سلوت، شوفوا قيمة اللينك كلها ايش قد، قسمون على 20 فعدوا الرقم، هذا الرقم خلاص بالفايل قسمون على الرقم يطلعكم جيل الأول بالجيل الأول، أضيفوا له الوقت المحدد يطلعكم من هذه النهاية. فرصتي فرصتي بالنسبة للفريكونسي، بالنسبة شنو؟ بالنسبة للفريكونسي، للفريكونسي سؤاله ما يستخدم سلوتر، يستخدم طريق واحد بس بالكتابة دارج على الفريكونسي. هو يقول لا أنا شفت السايت إن شاء الله لا ألقي أنزل لكم إياها على الفيسبوك. تجي نجي على هذا، هذا الشيء يقول لك عندك مثلا، هذا تبديش مثال تبديش، يقول لك عندك بكت من حاسبة أي الحاسبة بي أريد ننقلها. تجي إحنا شريت أريد ناخذ الشيء راح يطول، الشيء تقول هذا من هنا يطول وقت، من هنا يطول وقت، ومن هنا يطول وقت. تجي هو الكيبل مالتنا يقول كل الكيبلات تغني قدرتين 7.5 ميجا بالسكند. زين والباكت لا الحجم مالتنا، الحجم الباكت مالتنا هي 7.5. زين والطول مالتنا واللينث مالتنا قدرتها هي 1.5، بما انه ثلاثة يضربون ثلاثة في الحجم على القدرة الاستيعابية مالتنا، يطلع لكم الرقم غير الطول، يطول انتقال من الباكت من حاسبة A لحاسبة B. أعيد عندك باكت من حاسبة A لحاسبة B. زين يقول لك اللينك مالتك منك موجود هنا اللينك، لأن وشنو هو تقول A لل B، بس شنو بس احتمال 20 راوتر موجود، الراوتر مال حاسبتنا والراوتر مال أبو الحاسبات والراوتر مال مجهز الخدمة والراوتر، هو مطي مثال افتراضي يقول لك كل الإيطالية مالتهم هي يصير فيها 1.5 ميجا بالسكند، وانت الحجم مالك هو 7.5 ميجا بت. زين بما انه ثلاث طرق عندنا هي مال من ناي من الحاسب اي لهذا الراوتر، هي ال على ار، ال هي 7.5 على ار هي 1.5 يطلع 15. بس شنو ناي؟ بس لا بس شنو؟ بس هو هنا ثلاثة أقول جيت أقول ثلاثة، إذا ضرب الرقم في ثلاثة. هذا مثال توضيحي اللي أقول لكم، ما أعتقد يجي هذا المثال شرحناه بإذن الله. يقول لك بلاي بالباكت عندنا هذا الحكي شنو؟ يقول عندنا هواية أمور تسوي لنا بلاي، أولا البلاي إنه بالحاسبة، يعني باكت من مطلع من مكان الحاسب، الحاسب يحتاج لين ضيف له مقطع ادريس وضيف له اي بي ادريس وضيف له كلاوات وحدة شغلات وسرعة تغليف وسوي له ديكودر. عندنا بالبروسيسنج شنو؟ ديلي اثنين بالطريق، ديلي بالطريق يعني من الراوتر للراوتر يشوف يشد الحجم مالته على يشد الباكت مالته يشد حجمها على قدرة الطريق. زين عندنا بالكويني
يعني عندنا تنتظر الباكيت مثلا 20 باكيت قدام تنتظر على المدور، وهذا أيضا ديلي. هذا المثال يقول لك راح يقول لك شيء. يقول لك تعمل ريكويست، هذا هم تحطون البروسيسنج بلاي تحطون على التعريف، يقول لك تعمل ريكويست مثلا لباكيت هذا باكيت هذا، والباكر راح تطلع على الباكيت مالتنا، الهيدر مالتنا، والانترفيس يا طريق راح تروح. هذا ديلي. وأيضا البوك فور بت تشيك سام بنسوي على الباكيت، نسوي تشيك سام، نسوي هدر، نسوي طريق مالتها، هذا كله بروسيسنج ديلي. زين يكون ديلي هو شنو؟ هو تنتظر الباكيت على ما تنرسل، تنتظر الاستعلامات على ما اطلب على الدكتور. هذا شنو؟ هذا تنتظر بالكاشير، بالكاشير تنتظر. هذا كاشير ناسي تحياتنا للأستاذ محمد ناصر، أستاذ كبير بروفيسور مساعد، فقدم له تحيات. الكوين بلاي هو الأشياء تنتظر بالنيج عن متوسط. زين أكو نقطتين مهمة، إذا قلنا بالسؤال الكوين بلاي الزيرو يعني ما عندك باكيتات قبل هاي الباكيت، فإذا الكوين بلاي تحل تصير زيرو. خوش حكي خوش. إذا قلنا لك أبي وترافيك يعني شنو؟ يعني الكوين كلش تتك الكوين. إذا قلنا لك بالسؤال الكوين هاد هاي هذي يعني صار لورد لورد على كوين كلش، أنا أعتقد إذا قلنا بالسؤال الكوين إز فول يقول لك الجيل الثاني يقول لك الباكت راح تصير بيها تنضرب، فما أي كان تنضرب لأن فول راح تنضرب والبفر ما تكفول راح تنضرب. هذا تيجي يعني من يقول لك الباكت من تبدا ترسل على ديلي، الباكت بالكوي على ديلي، الباكت الباكت هذا يقول لك لازم تحتاج بفر على الخاص تجي انت ترسل فيه ماده عندك مكان حط البقيات بيها لان انضرب. زين الترانسميشن ديلي والبلكيو ديلي وبالنودل من تعال اللي يضيف لها بوكة يشوفها وين تروح على ديلاي الكوي ديلاي والكوي ديلاي. زين نجي نشوف واحدة واحدة تشيك سامبل هذان كلهم يقول لك شنو معناتهم. ترانسميشن ديلاي ترانسميشن ديلاي الترانسميشن ديلاي هو اف ال على ار، هو حجم البوكيت على شنو؟ على ال يعني اللينك مالتك ايش قد تسوي. البروبيتيشن دي دي لينك او فيزيكال لينك الى طاق بسرعه فيزيكال لينك والاس هو البروبيتيشن سبيد ان الميديم. هذا شنو؟ هذا دائما ثابت. هذا البروبيتيشن البروبيتيشن دي هو يعطيك اللينك مال باكيت فيزيكال فيزيكال لينك ويعطيك هذا الشيء 2 في 10 او 8 هذا الشيء ثابت اللينك مالتك على هذا التايم يطلع لك مالتك. ترانسميشن ديلي هو شنو؟ هو الشير كارنت ديلي هو ار على ار حجم الباكيت على الواير مالتك الشير قدرته على النقل. نودل بروسيسنج هذا هم تشيك سام تسوي وتسوي تشيك ايرور وتضيف الهدر هذا هم الكوي هو شي راح يقابل الشير. زين هنا عندك مثال يقول لك الكوي يشرح لك الامور اللي تغير السرعه تغير الباكيت الأمور اللي تساعدك إنه أنت تسوي عملية بسرعة أو تسوي عملية ببطء. يقول لك عندك 10 سيارات موجودة بالكاشير، كاشير مو 10 سيارات موجودة بال تول بورد. هشوف شنو تول بورد. طبعاً هنشوف طبعاً بسرعة شوية خلينا نشوف. شوف هون على الدور الإسباني بس خلينا نشوف من مصدر الدور الإسباني اللي احنا. انترنت عمان كل شيء. تول بورد التول بورد هو شيء نشوف شو التول بورد. يلا يلا سارة يلا يلا سارة يلا يلا سارة يلا يلا سارة ما هي سنجلي اوراق
أعوذ بالله من هذه الأشكال التي سوف تؤذوني. أسباني أشوف المصدر الأسباني. محصل ضرائب وش هون مصدر ريال مدريد. أشوف ما أهدافي والله ما أهدافي شكل نيمار برشلونة سواريز برشلونة ريال شدة كريستيانو خطير نايم. نرجع نرجع على موضوعنا نجي نركز عليكم هذه المدرسة يقول لك عدة أشياء موجودة بمكان معين من فترة من التول بول. التول بول هو يعني مع الضرائب من المزاد وهذا ما أعرف شنو التول بول. المهم يقول لك أطلع التول بول أطلع التول بول اليوم نوعاً من التول بول حضراتي نبكي بس انا حضراتي ربكبوري. المهم طبعا تحياتي للطلاب ما هذا بحق السماء رسوم اجراءات مدري خوفكم من السالفة نرجع. يقول لك عدة عشر سيارات موجودة بالكرفان بالعشر سيارات موجودة تاخذ يعني تول بوز رسوم بروك يعني يعتبرها سيطرة نقطة ترتيب سيطرة تاخذ معلومات. يقول لك هذا طبعا مثال موجود بالكتاب. يقول لك كل عشر سيارات من كرات واحدة ورا الباب زين الوحدة الماشية زين المسافة بين هاي نقطة الترتيج هلا شاهد هاي نقطة هاي الترتيج نقطة هاي الترتيج هي 100 كيلومتر 100 كيلومتر. سرعة السيارة ايش قد يقولك ان سرعة السيارة هي 100 كيلومتر بالساعة 100 كيلومتر بالساعة. زين على مود نطلع المسافة على مود نطلع السيارة ايش قد تطول من توس من ناية لحد ناية اللي هي توسن راح نتبع هذا القانون. أول شيء هو يقول في سرعة السيارة 100 كيلومتر في الساعة 100 كيلومتر في الساعة والطريق طولة كلها 100 كيلومتر في الساعة طريق طويل وهذا 100 كيلومتر في الساعة طول الجيت 100 كيلومتر بالساعة سرعة السيارة الجيت 100 كيلومتر بالساعة هذا روح ويا هذا اللي يبقى واحد على واحد على عفوا هاي أو يعني ساعة جوا جوا فوق يعني يساوي واحد أو يعني في 60 منت العيد فطول طول الجيت طوله 100 كيلومتر والسرعة مالت الجيت هي 100 كيلومتر بالساعة المتر ربع المتر والمتر ربع المتر واحد على ساعة واحد على ساعة موجودة اللي جوا 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 فوق يبقى ساعة يعني حلو يعني الوقت اللي يطول من هاي لهاي ايش قد هو واحد ساعة. زين هو التوتال كله انه السيارات بين عشرة من نقلة من هاي لهناي هناي لهناي ايش قد يطول واحد ساعة. زين السيارات يقول لك السيارات توفر لها الخدمة كل 12 ثانية يعني كل 12 ثانية كل 12 ثانية احنا بتوفر لنا خدمة تضربون 12 ثانية في 10 لأنه كم سيارة عندنا 10 سيارة 12 ثانية في 10 زيادة راح يطلع 120 ثانية 120 ثانية كم دقيقة يعني دقيقة هي 60 ثانية فهي راح يطلع الوقت في الانتظار يطلع
62 دقيقة بدل السيارة تكون هي مسيرة للنوم. يا رب السيطرة الأولى يصير السيطرة الثانية. يقول لك لو احنا سوينا بعض التعديلات، طبعا هذا البرنامج بس كهربائي، يقول لو سوينا بعض التعديلات وقلنا الوقت طول الطريق يبقى 100 كيلومتر بالساعة، بس لو قلنا يجتهد انه سرعة السيارة هي 1000 كيلومتر بالساعة، صارت نص، صارت خيار، صارت لامبورجيني. طبعا 100 كيلومتر فوق فوق يعني شنو مستويات زين، 100 متر 100 كيلومتر زين، والسرعة 100 كيلومتر على 100 كيلومتر على الأول، 100 كيلومتر بالساعة. هاي يجي يروح واحد، يجي يبقى 10، يبقى يبقى 10، واحد على 10، واحد واحد على 10، واحد على أول. يعني الأول الشيء يجي هاي 1 على 10 كيلومتر، لا بقت 1 على كيلومتر راح، 1 على 10 في 1 على أول، الأول هي 60، كان شو صار؟ لا تقصر صفر ويقعد الصفر، يعني يصير 1 على 1 على 60، شو يساوي؟ يساوي 60، يعني شو؟ يعني يطول 6 دقائق إذا صارت السرعة مال السيارة 1000 كيلومتر بالساعة. بلا 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 زين، يقول لك هي تطول 10 1 6 كيلومتر بالساعة. زين 6 كيلومتر بالساعة فجيت صارت، فصارت تطول الساعة توصل من على هنا جيت هي 6 دقائق زين، بينما هناي شنو؟ هناي يقول لك على الضابط الجديدة انه هناي شنو؟ انه هناي انه السيارة راح تتوفر الخدمة، شنو؟ السيارة راح تتوفر الخدمة، يعني بل بالسيطرة السيارة تبحث وتسوي تشيك دقيقة زين. هناي ايش كيف يكتب؟ هناي يقول لك اذا هناي هنا ما تطول 6 دقائق، هنا راح تطول شيء، راح تطول 6 دقائق الطريق. زين السيارة الثانية اذا قبلها كلفت 7 دقائق، هناي راح يوصل. فيقول لك يعني راح يصير لك تايم كلش تعبان، يعني هذا ما راح يجي هذا السؤال، بس يقول لك يعني يقول لك يعني انه المعالجة مثلا راح تصير قليلة، الوقت الاتصال راح يصير سريع، فاحنا بالمعالجة راح يصير قليل، وقت الاتصال سريع، راح يصير عندنا لود، راح يصير عندنا كويب، راح يصير عندنا بفر، وهناك عدة مشاكل. زين لازم تكون المعادلات نسبية، يعني مو انت توفر خدمة دقيقة وتسوي السيارة سرعتها 10,000 كيلومتر بالساعة، ما يصير يا اخي ما يصير. فهنا راح يصير بعض المشاكل. طبعا هذا الفيديو او هاي حمد 13 ان شاء الله فهمتوا. يقول لك يعني عدم الكروشك، يعني ما يقول لك مشاكل قبل ان كانت تقول لك يقول لي اذا ما تعرف يا ولد احتمال هنا هو هنا زود ناس 1000 كيلومتر بالساعة، صار السرعة كلش قوية، زين هنا راح يصير اللود بالدلي، الدلي يختلف ما يمكن، زين توتال دلي هو توتال دلي هو تجمع البروسيس كويك كاسبين كونفيكيشن دلي تجمعهم كلهن قوانين كلهن. يقول لك دائما لاحظ بالسؤال اذا واحد ما يعرف شنو بيقولوا كونديش، يعني يعتمد على الاتصال، هذا دائما راح يعطيك الـ A وراح يعطيك الـ R، هذا راح يعطيك الـ S واللي يكفي 10 دقائق. فبعدي يقول لك شو بيك وسجل دائما البروسيسنج يقول كلش قليل قدام بعض، وتشوفون كل اللي بالمنطق ولا هذا البروسيسنج. طبعا
شوي هذا ما تعرفون راح ما تعرفون من الاس 68 هذا راح ينحل السؤال وما تسأله بسيطة ان شاء الله استفدت واتمنى لكم جميع النقطة وسعادة وشكرا جزيلا مع تحية اريتو سيرغوشي قام بهذا العمل. السلام عليكم احبابي في الله نلتقي في الحلقات القادمة ان شاء الله. شكرا.